الموقف نحن الأول ولا موقف وطني، لكن أنا أحذر من عدم ربط المحطات الثلاثة هذوما بعضهم في ديناميكية واحدة. كومولاتيف معناها يلزم يصيروا مع بعضهم. محسن مرزوق باش نعطي الكلمة بعد شوية لسفيان، ولكن بعجالة رينيك في النص اللي هبطوا على الباج فيسبوك على سيان ستاتيو، هو تحكي على المفهوم اللي كنت تطرح فيه توا، هو أنه حكومة كفاءات مستقلة ليست تبخيسا في الأحزاب، ولكن هي استجابة لوضع راهن ومحدد وفسر طولة. وأشرت إلى موضوع حركة النهضة، قلت على حركة النهضة أنها تكف عن التهديدات اللي تطلق فيها. وين قاعدة تهدد حركة النهضة حاليا؟ يعني كي يطلع واحد يقول ان اذا كان عملتوا هدايا ولقيتوا النهضه من اي حكم مش في الحكومه، راكم معناها مش تولي الاحزاب، مش تولي استقرار البلاد مهدد. تهديد طبعا واضح، هذا تهديد انه اذا كان احنا ما احناش في الحكومه راحنا مش نحرموا مش ندخلوها بعضها، ويزم تتنحي التهديد هذه، خاطر اول شيء ما تخوف حد، وثانيا مش تدور عليها، ويزم يعرفوا يتحملوا مسؤوليه الكلام اللي يقولوا فيه. فاصل وراجعين معكم.